موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ولا تلد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قد سقط منا قراءة تفسير قوله تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تلد أكثرهم شاكرين من تفسير ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله وقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تلد أكثرهم شاكرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال علي بن أبي طلحة في رواية والعوفي عنه والعوفي كلاكلهما عن ابن عباس أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم وأما من خلفهم فأمر آخرتهم وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم. وقد ذكرنا ترجيح أن قول الأكثر أن من خلفهم أمر الآخرة أن من بين أيديهم أمر الدنيا وقد اتفقوا على عن أيمانهم أنه أمر الدين وأنه يعني يشكل يعني يصعب عليهم أمر الطاعات ويشبه عليهم أمر دينهم وعن شمائلهم يحبب لهم المعاصي ويزينها لهم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها عن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها أتاك ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتيك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم ابن عتيبة والسدي وابن جرير إلا أنهم قالوا من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة. وقال مجاهد من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. وهذا يعني القول فيه المخالفة للجمهور المفسرين من أن من بين أيديهم أمر
الدنيا والأمر وما خلفهم أمر الآخرة، أو بالعكس وعن أيمانهم أمر الطاعات يصعبهم عليها يوطئهم عنها، وأما أمر عن شمائلهم فيحسنه لهم المعاصي. اختار ابن جرير أن المراد جميع أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحببه إليهم. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل من فوقهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا تجد أكثرهم شاكرين قال موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو في شك وربك على كل شيء حفيظ. لا شك أن التوحيد أعظم شكر واجب على العباد، ولذا قال ابن عباس ولا تجد أكثرهم شاكرين قال موحدين. وأن الشرك أعظم صور الكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، فقد فطر الله الناس على التوحيد وشرعه لهم، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم لصاحبيه في السجن إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله الذي لم يجعل لنا ربا سواه، لم يجعل خلقنا ولا رزقنا ولا تدبير أمرنا لغيره سبحانه وتعالى، ولم يجعل أحدا يملكنا سواه سبحانه، فهو الملك وهو المالك، ولم يجعل لأحد دونه عز وجل أن يشرع لنا وأن يأمرنا وينهانا من قبل نفسه، وإنما هو عز وجل الذي يشرع لنا. والحمد لله الذي لم يجعلنا نذل ونخضع ونعبد ونحب للذات غيره سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى له الحمد أن جعلنا نتوكل عليه وحده ونخاف منه وحده ونرجوه وحده ونشكره وحده ونصبر لأمره سبحانه وتعالى أعظم الصبر وأحسن الصبر له سبحانه وتعالى تعبدا له وحده. الغرض أن التوحيد أعظم نعمة والشرك أعظم كفر للنعمة، وهو كفر أكبر لنعمة الله بالتوحيد، ولذا صح ولا تجد أكثرهم شاكرين قال موحدين. والحقيقة أن ترك شكر النعمة يجر الإنسان إلى أنواع الكفر الأخرى، وكفر نعمة الله عز وجل بعدم شكرها أو ترك الشكر أصلا يقرب الإنسان من الكفر. ولذا كان من الشرك أن ينسب الإنسان النعمة لغير الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال هو قول لديهم لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص. وقول أحدهم أن الربان كان ماهرا لغرقنا، وذلك لأنها نسبة للنعمة لغير الله. وكذا قول مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، وقول الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى عن صاحب الجنتين
قال أنا أكثر منك مالا وأعز، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال سبحانه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فهذا المعنى تكرر كثيرا، هو أن نسبة النعمة لغير الله يوصل الإنسان، يقربه إلى الكفر، وربما وصل به إلى الكفر الأكبر إذا أنكر أن النعمة من الله. وأكثر الناس ينسبون النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، أو يتركون شكرها. الوقاية من الكفر والشرك أن نحافظ على شكر النعمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإن شرب الشربة أن يحمده عليها. اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولو تأمل الإنسان ما لم يكن، لو كان قد حدث مما يضره ويؤذيه، لو أن صباح هذا اليوم شهد مثلا زلزالا مدمرا، أو طوفانا من البحر يغرق الناس، كما قد حدث لأقوام كانوا في ليلة أو في نهار آمنين فوقعت زلزلة دمرت بلادهم وبيوتهم وقتلت من شاء الله أن تقتل منهم. كان هناك أقوام ضحا يلعبون فأتاهم الطوفان المغرق تسونامي حتى غرق أكثرهم. سبحان الله، كم من النعم نحن مغمورون فيها كل يوم. هذا الهواء الذي نتنفسه، هل نشكر الله عز وجل عليه كيف أن الله أعطاناه وحرم منه أقواما أملهم في الدنيا أن يأخذوا نفسهم بسهولة؟ سبحان الله، كم من إنسان الآن قد ضيق عليه نفسه وهو موضوع في العناية المركزة وحوله الأجهزة التي تمده بالأكسجين وغيره، ونحن بكل سهولة نتنفس. اللهم لك الحمد، سبحانك وبحمدك. لو أن نتأمل فيما لم يكن، أن الله عز وجل أرسل على الناس حاصبا من السماء، كما أصبح قوم لوط في مثل هذه اللحظات وقد أتتهم حجارة من سجيل منضد، ورفع الله عز وجل قراهم عن مثل هذه اللحظات عند شروق الشمس، وقد رفع الله قراهم ثم أسقطها سبحانه وتعالى بقدرته، رفعها جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل ثم أهوى بها إلى الأرض والمؤتفكة أهوى. الله سبحانه وتعالى من علينا أن لم ينزل علينا حجارة من السماء. سبحان الله، كم من النعم الكثيرة التي قد حرم منها أناس يتمنون حصولها الآن. كم من نعمة من السمع والبصر واليد والرجل والحركة والعقل، نحن لا نملك أن ينزع منا سمعنا وبصرنا ويختم على قلوبنا. هو سبحانه وتعالى من علينا بأن ذلك كله ما زال لنا صبيحة هذا اليوم. نحمد الله عز وجل، بل كل يوم وليلة مرت منذ خلقنا الله وما زالت نعمه لا تحصى فوق تصورنا. ولذلك لا بد أن نحمد الله ونشكره حتى نقطع على إبليس طريقه علينا، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. سبحان الله. قال ابن كثير رحمه الله، ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، كما قال الحافظ أبو بكر
البزار في مسنده عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عورتي، وفي روايات عوراتي، وآمر روعتي أو روعاتي، يعني أسباب الخوف، احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. تفرد به البزار وحسنه، صححه الشيخ الألباني أن يقال في أذكار الصباح والمساء. في بعض رواياته زيادة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات، يقول لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع: يعني الخصف، يعني لو زلزلت الأرض فوقعنا في باطنها بتشقق القشرة الأرضية. سبحان الله. فاللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. الحديث عن ابن عمر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عبادة ابن مسلم به، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وهذا صححه الشيخ الألباني كما ذكر. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال: أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله: اخرج منها مذءوما مدحورا. قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب، والذأم غير مشدد، أو الذام العيب، أما الذم هو ذا المشدد، يقال ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمزة فيقولون: ذمته أذيمه ذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال: والمدحور المقصى وهو الموبعد المطرود. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ابن أسلم: ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا. وعن ابن عباس: أخرج منها مذؤوما مدحورا، قال مقيتا. وقال ابن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: صغيرا مقيتا، مبغوضا يعني. وقال السدي: مقيتا مطرودا. وقال قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما منفيا، والمدحور المصغر. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
قوله ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يذكر تعالى أنه أباح لآدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأكل منها من جميع ثمارها إلا شجرة واحدة، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة. وقوله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، قال فعند ذلك حسدهما الشيطان وسعى في المكر والخديعة والوسوسة ليسلبا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن، وقال كذبا وافتراء ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.